سنة 2000 فكان تتويج لارا دتا بلقب ملكة جمال الكون، وبين يوم وليلة تحولت لارا لنجمة في بوليوود. وكمان سنة 2000 تعرف العالم على بريانكا شوبرا اللي فازت بلقب ملكة جمال الهند وكمان ملكة جمال العالم. وبعد سنتين ونص بس من فوزها قدمت بريانكا فيلم أنداز مع أكشاي كومار ولارا دتا اللي كسر الدنيا وقتها. وسنة 2002 توجت نيهاد هوبيا بلقب ملكة جمال الهند، وهي كمان دخلت بوليود بعد سنة بس من تتويجها. وهالنجمة اللي احتفلت مؤخرا بمرور 20 سنة على فوزها باللقب كانت ضمن لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال الهند لهالسنة، وهي اللي سلمت اللقب للفائزة سيني شيتي. أما نجمة أورفاشي روتيلا فهي اللي مثلت الهند في مسابقة ملكة جمال الكون لسنة 2015، وآخر واحدة انضمت لبوليود من ملكات جمال الهند كانت مانوشي شيلر اللي تم تتويجها سنة 2017 بلقب ملكة جمال الهند وكمان بلقب ملكة جمال العالم. وهالملكة اللي كانت بتشتغل في الأصل كطبيبة اختارت أنها تدخل عالم بوليود، وفي يونيو 2022 صدر أول فيلم من بطولتها مع نجم أكشاي كومار تحت عنوان سمرة بريتفيراج.